المدرسين هذا الصرح العلمي الكبير. اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لكم ولكادر الكلية وإدارتها باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على كل الجهود التي تبذل من قبل قيادة الكلية وضباطها ومدربيها ومعلميها لكي نصل إلى هذا المستوى الرائع الذي نشاهده اليوم من التدريب والتأهيل العالي والتحصيل العلمي المتميز. وهذا مكسب لنا جميعا وفي المقدمة محافظة حضرموت. فنكرر تهانينا لكم على هذا العمل الكبير وعلى هذه المنجزات العظيمة التي نراها اليوم متحققة في محافظة حضرموت. وكما قلنا أن محافظة حضرموت هي قاطرة إعادة واستعادة وبناء مؤسسات الدولة التي انقلب عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني. وها نحن اليوم نعمل على بناء واستعادة هذه المؤسسات وبجهود جبارة سواء من القيادة السياسية السابقة التي أصدرت القرار بإنشاء هذه الكلية أو من قبل السلطة المحلية التي نفذت هذه التوجيهات وعملت على إنشاء هذا الصرح العظيم لأبناء حضرموت والمحافظات الشرقية ولكل أبناء اليمن. ولا ننسى أن نشكر الجميع في المقدمة اللواء فرج المحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي الذي كان له بصمات قوية للوصول بنا إلى هذا المنجز العظيم. كما لا ننسى أن نكرر أيضا شكر وتقدير إخواننا وأشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة على كل الجهود التي تبذل منهم على كافة المستويات بما في ذلك وقوفهم معنا لمواجهة الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني على دولتنا ومؤسساتنا وتقديمهم التضحيات وفي مقدمة هذه التضحيات الدماء الزكية التي بذلوها في أكثر من جبهة وفي أكثر من موقع. فالشكر لهم موصول وسيظل في وجداننا ووجدان الأجيال القادمة إن شاء الله لأننا مصيرنا مشترك معهم وسيظل هذا المصير والعمل المشترك إن شاء الله في المستقبل في الحاضر في المستقبل وإلى الأبد إن شاء الله. اليوم أوجه من هنا كلمة لأبناء حضرموت ولمكوناتها السياسية ولرجالها ونسائها وشخصياتها الاجتماعية ومشايخها أن حضرموت اليوم تنعم بالأمن والاستقرار، والدليل على ذلك ما نشاهده اليوم من منجزات على كافة المستويات. ونحن نعتز بهذه المنجزات لأن حضرموت هي الرائد وهي القائد لكل المنجزات التي نسعى إليها في كافة المحافظات المحررة إن شاء الله. ونصيحتي اليوم وتحذيري هو أن يعمل أبناء حضرموت على المحافظة على أمن واستقرار وسلام حضرموت، فهذا هو عنوان حضرموت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً. هي بلد السلام وبلد الاستقرار وبلد التعايش. وبالتالي ندعو كل أبناء حضرموت وكل المكونات والقادة في حضرموت أن يكونوا
في مستوى المسؤولية للحفاظ على أمن واستقرار حضرموت، لأنها الوسيلة الرئيسية للتنمية والتطوير وجلب الاستثمار وإعادة بناء المؤسسات في كل المجالات. ونحن في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نعلن اليوم أننا مع مطالب حضرموت. هذه المطالب المشروعة التي نعتقد أنها هي مطالبنا جميعاً لأبناء حضرموت، وسنعمل في مجلس القيادة والرئاسة وبالتشاور مع إخواني في المجلس والحكومة على تشكيل لجنة للنزول إلى محافظة حضرموت للاطلاع على كل القضايا والاطلاع على كل المطالب والهموم، وسنعمل إن شاء الله بالتعاون مع الجميع لتنفيذ هذه المطالب وفي إطار الدستور والقوانين النافذة. كما أن السلطة المحلية ستعمل من جانبها على تحقيق كل مطالب حضرموت في التنمية وتعزيز الأمن وتعزيز الاستقرار. وهناك تكامل اليوم بين الحكومة وبين السلطة المحلية في المحافظة، وأعلن اليوم لأبناء حضرموت أن هناك مشروع كهرباء من 50 ميجا، 50 للساحل في المكلا و50 في سيئون في الداخل. وهذا المشروع سيتم تنفيذه بتمويل من الحكومة ومن السلطة المحلية، 50% على السلطة المحلية من الدخل المحلي والموارد المحلية، و50% من قبل الحكومة المركزية. وسيبدأ العمل بإنزال المناقصة بالتنسيق بين السلطة المحلية وبين الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء صاحبة الاختصاص في هذا الأمر. فهنياً لأبناء حضرموت هذه المنجزات، ونحن نتطلع إلى مزيد من الخدمات ومزيد من المنجزات، ليس على مستوى محافظة حضرموت ولكن على مستوى كل المحافظات المحررة وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن. أكرر شكري لكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وسوف تنضمون أيضاً إلى جانب إخوانكم إن شاء الله بعد التخرج لكي تكونوا عماد أمن واستقرار حضرموت وكل أنحاء اليمن. فهنياً لكم هذا المنجز، وهنياً لليمن، وهنياً لأبناء حضرموت. وأعلن اليوم عن توفير باصين أيضاً، سيتم توفيرهم للكلية، لطلاب الكلية، لكي تتمكنوا أيضاً من الانتقال بيسر وسهولة، ولا يمكن أن نتوقف عن تقديم الدعم لهذا الصرح العلمي في كل المجالات. أكرر شكري لكم جميعاً ولكادر الكلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.